حاجة بقى مهمة، يعني إحنا بنشتري دواء زيادة عن اللزوم. إيه اللي بيخلي معظم بيوتنا فيها أدوية منتهية الصلاحية؟ إن إحنا دايماً بنشتري الكمية أكتر ما إحنا محتاجين. مظبوط. وما بنفرزش الدواء، يعني هو دايماً الأحسن في البيوت إن الشخص يفرز الأدوية اللي عنده كل 3 شهور. اللي قرب من تاريخ الصلاحية وأنا ما بستخدموش على الأقل اتبرع بيه. ودي يعني نقطة مهمة يا دكتور إسلام، إنه في أماكن بتاخد الأدوية وبتوصلها للأماكن اللي تستحق ده، وده إحنا يمكن ما بنعملوش، لكن الناس ابتدت تنتبه لأول حاجة ترشيد الاستهلاك، وإن إحنا نشتري على قد حاجتنا ونشتري شريط بدل ما إحنا نشتري علبة، ولما أحتاجها ألاقي الدواء موجود في الصيدلية، والحاجة التانية إنه أتبرع بالأدوية اللي أنا مش محتاجها. ده صحيح، في ناس أمس الحاجة لدواء، وإحنا كل سنة بنرمي كميات رهيبة من الأدوية منتهية الصلاحية أو بنفضل مخزنينها برضو إلى ما لا نهاية بدون أي سبب. طيب دكتور اسلام، على اي اساس الشركات بتحدد فتره صلاحيه الدواء؟ احنا بنشوف ساعات سنه وساعات سنتين وساعات في ادويه بتوصل ل3 سنين. ده سؤال جميل، سؤال علمي جميل. كل دواء بيبقى ليه حاجتين، اول حاجه الفعاليه مدتها ممكن تقعد قد ايه مع يعني لو كان في حفظ جيد ورطوبه جيده. فبيحسبوا حاجه اسمها التي هاف او منتصف مدة الفعالية. لو مثلا أنا بعد 3 سنين اكتشفوا إن الفعالية مثلا هتبتدي تقل بمقدار معين، فبالتالي أبتدي أحط الصلاحية بتاعتي بناء على المقدار. الحاجة الثانية، المعيار الثاني هو السلامة، إن ممكن الاستابيليتي أو الاستقرار بتاع الدواء بعد فترة معينة يتغير. فبيحسبوا الفترة بتاعت استقرار الدواء السلامة ده بتقعد قد إيه، وبعد الوقت ده المواد بتاعه الدواء تبتدي تتغير او تبتدي يحصل فيها مشكله في الاستابيليتي، فيتحط بناء عليها الصلاحيه سواء كده او كده. ده سؤال جميل، يعني ده علم. شكرا ليك يا فندم. الحفظ يعني كل طيب. شكر ليك طبعا.